احنا في اطار النسخه السابعه ديال المعرض اللي بدا تيتنظم باغ شركه بيراميد من 2015. وقع واحد التوقف الاسباب اللي نتوما عارفينها هو كوفيد من واحد المده ديال عامين، ولكن من العام اللي فات عاوتاني تجدد التنظيم ديالو، والان وصلنا النسخه السابعه. اذا المعرض خدا واحد النضج اللي الان تيتيح له باش يكون عنده انتم شتيو، لا بالنسبه للعرض ولا بالنسبه للزوار الطلب. هناك واحد التجاوب، واحد التناسق. الوغ نقطه التحول وقعت في الحقيقه السنه الفارطه، هي السنه فانا بديت نشتغل مع بيراميد كمستشار. أول نوبة قبلنا، حيث كان في الأول هذا المعرض مخصص أساسا للمواد الأولية النسيجية، تنعرف خيوط، قماش، أكسسوارات، مستلزمات الخياطة. تنعرفوا باللي في المغرب كاين خصاص بالنسبة لهاد المنسوجات، هذاك علاش جبنا المنتجين في العالم كامل اللي عندهم الأثمنة منافسة واللي عندهم جودة منافسة، جبناهم باش يعرضوا مع داك القليل مما يوجد في المغرب. الو نقطة التحول وقعت في 2022 اللي استقطبنا أول نوبة، دخلنا قبلنا العرض ديال الشركات اللي تيصوبوا الملبوسات، الألبسة الجاهزة مغربية بصفة حصرية، متفقين؟ ملابس عارضين ديال الملابس جاهزة ديال دول أخرى غير المغرب ما مقبولاش في المعرض. هذا علاش؟ حيث كاين واحد انشغال باش نشجعوا القيمة المضافة المغربية. انت الوغ نقطة التحول في هذه النسخة هذه هو فتحنا المجال للعارضين زيادة على الصناع المغاربة باش ندخلوا معنا ماركات يا إما ناشئة باش نشجعوهم نعاونوهم باش درنا لهم أثمنة رمزية باش يدخلوا لهذا، ولا شركات اللي مخصة في توزيع المواد الجاهزة الملابس الجاهزة المغربية. تنعرفوا الكبار هادوك ما محتاجينناش، ولاني دخلنا معانا الشركات اللي تيوزعوا عندهم جوج ثلاثة أربعة ديال لي مغازا باش يمكن لهم يعرضوا معانا. الو نقطة التحول الثانية اللي جيت بها المعرض هو فعود من بقاو، هو معرض تكميلي لما ينظم في المغرب. المعارض اللي تيتنظموا في المغرب هي أساسا موجهة للتصدير، حنايا هذا المعرض مصوب أساسا للسوق الداخلي، السوق الداخلي، ولكن ما بغيناش نبقاو منحصرين في السوق الداخلي. كاين واحد المعطى جديد هو المغرب وقع على اتفاقية السوق الحرة الإفريقية، القارية الإفريقية، زليكاف اللي من بين 54 دولة اللي مكونة الإفريقية 47 دولة وقعت عليها، والآن الأمور غادية مزيان باش تنتظروا باللي غفودون 2024 ولا على اقصى مجال 2025 ندخل في حيز التنفيذ. شنو معناتها؟ معناتها باللي داك الرسومات الجمركيه اللي كانت تضرب اليوم
المنتوجات المغربية باش تمشي للسوق الإفريقية اللي هي ب 40 حتى 50 حتى 60% غتحيد، غتعطي واحد القوة تنافسية للمنتوج المغربي في الأسواق الإفريقية. هذاك علاش حنا ما انتظرناش حتى دخل الاتفاقية ومشينا بدينا تنديروا الترويج المنتوج الملابس المغربية في الأسواق الأفريقية، والحمد لله كان واحد التجاوب عندنا لا بالنسبة للأفارقة اللي جاوا ماشي بدك هذا، ولكن كل بداية تبدأ بشوية بشوية. إلا جاوا 50 أول نوبة ماشي شيء عادي، راه كان واحد المجهود، واحد الترويج، واحد التكلفة ديال الترويج اللي كانت مهمة. ومشينا ايضا الاسواق، جبرنا تنعرفوا باللي كانت واحد الاسواق المغرب محميه، المغرب، العراق، ليبيا، اللي كنا تنخدموا معاهم. بعد الظروف اللي نتوما عارفين دابا ولات هذه الاسواق تتعافى، دونك مشينا ودرنا ترويج تما. لقينا بعض الصعوبات، خاصة كانوا بزاف ديال الناس اللي غيشريو هذا غيجيو لعنا، ولكن لقينا صعوبات باش ياخذوا الفيزا المغرب، وهذا الشيء تنتفهموه فهمتي. على الأسف ما قدروش يجيو للمعرض حيت الفيزا، حيت المشكل ديال الفيزا. دونك بالنسبة للأرقام عندنا 450 شركة عارضة، بيناتهم حنا في الحقيقة ما عجبناش الحال اللي كاين، لظروف ما بغيتش نجبدها الآن. كاين أقل من 100 شركة مغربية ديال المواد الجاهزة اللي هي تتعرض، ولاني حنا تنتظر بالنسبه اللي يقبلوا النجاح اللي غيعرفوا المعرض ان شاء الله باللي هاد الصعوبات غادي نتغلبوا عليها من بعد. بالنسبه للعدد الزوار حنا تنتظروا باللي غادي يكون واحد العدد ديال 12000 زائر، اللي هو عدد مهم بالنسبه للمعرض. اللي بغيت نشير ليه هو انا تنشتغل في القطاع منذ اكثر من 30 سنه، ما عمري ما شفت معرض في الحجم ديال هذا المعرض اللي حنايا فيه اليوم. هذا زعما يمكن لي نقول بدون، هذا هو اكبر معرض بروفيسيونيل مهني للنسيج اللي تنظم في المغرب منذ 30 سنه او اكثر.